الديوان الممتع، وأتمنى لهم زمن التوفيق. الحقيقة في حاجة الشعر والشعراء ليس لأمثالي إلا أن نستمع ونستمتع ونزهو بأن لدينا الآن قامات عالية في الشعر كنا نظن أننا أنها جفت تماما في مصر. الحقيقة لو أضمن أن الشعر الكبير أطفع عزيز مش هيقضيني بحقوق الملكية الفكرية، أستطيع بمنتهى السهولة أن أحول هذه القصائد أو هذه النصوص إلى مجموعة قصصية رائعة حقيقة، حالة من السرد يحصلك عليها القصص حقيقة. دعوة تجديد للأجناس الأدبية المستمرة أعادت القصيدة الشعرية والشعراء إلى مسافات خلف كثيرة جدا، وده نتيجة لعدم فهمهم أو إساءة فهم فكرة قصيدة النثر، وتخيلوا أن قصيدة النثر هي مجرد التخلص من القافية وإعداد حالة غموض وتهويمات والكلام ده كله. الحقيقة نحن هنا أمام كاتب راسخ واثق من قدراته، لا يعني كثيرا مسألة الغموض ومسألة من قال إن ده شعر عميق وشعر الكتابة بسيطة جدا وسهلة جدا وعميقة جدا في نفس الوقت. أشكر منتدى للمستقبل على إنه رد إلينا غيبة الشعر. حقيقة أنا واحد من الناس أعيش حالة غربة مع الشعر والشعراء منذ فترة طويلة جدا، رغم أني رغم صداقتي لكثير من الشعراء باستثناء بعض القصائد التي مثلا ينشرها أستاذنا العزيز جمال القصاص على 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 صفحته، لم أجد يعني في حالة فقدان تعامل مع حميم مع القصيدة المعاصرة. يعني انا ما اقدرش اقول اكتر من ان انا اشكر الاستاذ عطر عزيز على هذه المجموعه الرائعه التي ردت الي حب الشعر واشكره عليها. شكرا.